إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. فقد أكمل الله له الدين وأنزل عليه القرآن العظيم الذي فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، مع شرحها اللآل البهية لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. وكان قد ذكر ابن تيمية في آخر هذه العقيدة ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر الأصول التي يسير عليها أهل السنة والجماعة، ثم قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، ويحافظون على الجماعات. وهذه جمل مختصرة، وشرحها يطول، وخاصة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما لهذه العقيدة من أثر في إصلاح المجتمعات. وذكر هذا في العقيدة لوجود انحرافات من أهل البدع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الخوارج قد انحرفوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعتزلة كذلك قد انحرفوا، والشيعة كذلك، وغلاة المرجئة والصوفية. فكان لأهل السنة والجماعة منهجاً صحيحاً معتمداً على الكتاب والسنة، ولذلك أدرج هذا الأمر في العقائد التي تميز أهل السنة والجماعة. وإلا فإن في بعض دقائق وتفاصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسائل فرعية من مسائل الفقه، لكن الوصول التي خالفوا فيها أهل البدع هي التي تميز أهل السنة من غيرهم. ولهذا أشار الشارح وفقه الله إلى هذا الأمر، فقال: قال الجملة، أو هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة، بيّن فيها أصول مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي أنواع التعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين. فهذا الأصل وهو الأمر والنهي من الأحكام العملية، وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والمعتزلة خالفوا في هذا الأصل،
وتركوا ما كانت عليه الجماعة الأولى، فخالفت الخوارج طريقة الصحابة، وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الأصل، وكذلك خالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل. فذكر شيخ الإسلام كغيره من أئمة الإسلام والسنة مسألة الأمر والنهي، لأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل السنة أهل الضلالة. ثم قال: ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة، لأن الصلاح في الدين سببه الأمر والنهي، والدعوة إلى الخير، والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا صار من المسائل العظام، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعده طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العظام، وعده طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العظام. ثم ذكر طرفاً من الأدلة من الكتاب والسنة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما ذكره الله عز وجل عن هذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خير الأمم، لأنها تتميز بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهم يخالفون اليهود الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل قصر الفلاح على هذه الصفات: الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ترك هذه الصفات فإنه ليس من المفلحين. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن صفات المؤمنين أنهم يوالي بعضهم بعضا، وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر الله عز وجل قوله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه صفات أهل التقوى والصلاح الذين إذا مكنهم الله عز وجل في الأرض وكان لهم سلطان أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والآيات في هذا الأصل كثيرة جدا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنهم
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهو قد ذكر الخلوف المنحرفين وبين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة، وأنهم يجاهدونهم بما يستطيعون، وآخر الجهاد هو الإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وجاء في السنن وفي المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه إذ خطب الناس فقال لهم: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا يدل على أنه في زمن الصديق رضي الله عنه حصل فهم فيه خلل فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصححه الصديق رضي الله عنه وبين ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس لا بد أن يأخذوا على يد الظالم لئلا يهلك الجميع ولئلا يعمهم العقاب من الله عز وجل بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أفاض الشيخ وفقه الله في مسائل كثيرة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أن المعروف هو ما عرف من الشريعة ومن دين الإسلام، وأن المنكر أيضاً ما عرف قبحه من الشريعة ومن دين الإسلام. وذكر أن أول المعروف والمذكور في القرآن هو التوحيد، وأن أول المنكر المذكور في القرآن هو الشرك، ومعنى ذلك أنه يجب على المسلمين أن يأمروا بالتوحيد وأن يحذروا عن الشرك، وهذه طريقة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر تفاصيل فيما يتعلق بحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذكر الوجوب هذا هو وجوب عيني أو وجوب كفائي، إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأيضاً ذكر ما ينبغي أن يلاحظه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن الأمر بالمعروف أو إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالماً قبل أن يأمر وينهى، يجب أن يكون عالماً، يعني يعرف أن هذا منكر حقيقة وهذا معروف حقيقة، حتى لا يأمر بضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضاً قال: وأن يكون متيقناً بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة. فإن دخل في الأمر والنهي
بظن ولو كان ظنا راجحا أثم، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهذه القاعدة أظنها يقول مجمع عليها بما ذكره شيخ الإسلام، أن الأمر والنهي المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وملخص ما ذكره الشيخ هنا أنه ينبغي أن لا يجر على المسلمين شراً أعظم من المنكر، لا بد أن الآمر والناهي يراعي المصالح والمفاسد. وذكر أيضاً ما وقعت فيه الفرق المنحرفة كالخوارج الذين يرون الخروج على ولاة الأمر أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غلاة المتصوفة والمرجئة. ولهذا بيّن أن طريقة أهل السنة والجماعة هي وسط بين هاتين الطائفتين، لأن الخوارج غلوا ومن شابههم، وقوم جفوا ومن شابههم، وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الغلاة والجفاة. ثم ناقش مسألة ما يتعلق بتغيير المنكر، إذا كان الإنسان عنده القدرة والقوة على تغيير المنكر فإنه يشمله فليغيره بيده، وإن لم تكن عنده القوة فإنه يغيره بلسانه، وأن عجز عن ذلك أيضاً فإنه يتبرى بقلبه وينكره. وهذا أضعف الإيمان، يكون عند الإنسان أن يكره المنكر وأن لا يعين أهله عليه. ولهذا قال، ذكر أن العلماء قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط له ثلاث شروط: الأول قبل أن يأمر وينهى هو العلم، والمراد بالعلم أنه يعلم هذه المسألة التي يتكلم فيها، وهذه المسائل بعضها واضحة يعرفها كل الناس، مثل الصلاة والصوم والحج، هذه كل الناس يعرفونها، وبعضها مسائل دقيقة تحتاج إلى معرفة الأدلة والصواب فيها. فلا بد من الآمر أن يكون عنده العلم، والثاني حين يأمر وحين ينهى من الشروط هو الرفق، يعني أن يكون يأمر وينهى برفق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. والثالث أنه بعد الأمر والنهي عنده الصبر، فإنه غالباً قد يوذى لأن أصحاب الشهوات لا يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فغالباً يوذى إما بكلام أو بغيره، فلا بد أن يستعد وأن يكون عنده الصبر على ذلك. وذكر الفساد الذي يحصل بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر في هذا الحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وهذا يدل على أنهم فقدوا الغيرة، فقدوا الغيرة على محارم الله عندما تنتهك، وهذا لا يمنعهم أن يكون مع صاحب المنكر وأن يكون القعيد
الأكيل والشريب، فمعنى ذلك أنه فقد الغيرة وهان عليه دينه، وهذا مما سبب النقص في دين بني إسرائيل. والأمة تعتبر بما حصل بالأمم السابقة ولا تأتي على طريقتهم فيحل بها ما حل بهم. وذكر مسألة كثيراً ما يناقشها الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أمر السلطان، أمر الحاكم، أمر الوالي، هل تأمره علانية أم تأمره سراً؟ فهو قال الأصل في هذا أن تكون سراً، أنك تأمر الحاكم والوالي والخليفة والسلطان والأمير، أنك تأمره سراً لئلا يحدث بعد ذلك فتنة. وهو هنا فرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر، فقال إن النصيحة تكون سراً، وأن إنكار المنكر الأصل فيه أن يكون علناً. وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي له والذي عليه. وهذا الحديث سنده قوي ولم يصب من ضعف إسناده، لأن بعض المحدثين ضعف إسناد هذا الحديث، لكن الشارح هنا يقول الصواب أنه صحيح لكثرة شواهده، وقد ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، وأيضاً يؤيده ما جاء في الصحيحين من أنه قيل لأسامة ابن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ يعني كان بعض الناس عنده ملحوظات على ولاة عثمان ابن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث، فكانوا يطلبون من أسامة بن زيد أن يكلمه، فقال لهم أسامة: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه. فهذا يؤيد هذا الأمر، وهو أن أسامة بن زيد يكلم الخليفة فيما يرى من ملحوظات سراً بينه وبينه، وليس من الشرط أن يعلن ذلك علانية. قال: وهذا موافق لهذا الأصل، وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحة، لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق. أما من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرا فإنه مثل غيره يأمره وينهاه. يعني هو هنا فرق بين النصيحة التي تكون للسلطان وبين المنكر الذي يحدث أمامه، كما جاء في الحديث يعني إذا كان المنكر يحدث أمام الشخص فإنه وإن كان من السلطان فإنه ينكر عليه، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله بسبب هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا سيد الشهداء، ولو كان
ارتكب ما لا يحل له فإنه يعني يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه، وهذا يختلف لأنه فعل المنكر أمامه، وحصل أيضا من بعض الصحابة ذلك، مثل الذي قدم الخطبة، أظن حديثا الذي قدم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، فإنه أنكر عليه الصحابة علنا لأنه فعل المنكر أمامهم علنا، لكن هذا لابد أن يلاحظ فيه ملاحظة الأمر بملاحظة المصالح والمفاسد لئلا يترتب مفسدة أكبر، وليأمن الإنسان على نفسه من أن يفرط أو شيء من ذلك، فهذا مضبوط بالضوابط تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. إذن نخلص من هذه الفقرة التي ناقشها المؤلف أن ما يتعلق بنصيحة السلطان فتكون سراً، وأيضاً يراعى فيها المصالح والمفاسد التي تنجر من جراء ذلك. ولهذا ذكر عن ابن القيم نقل قال: إن مراتب إنكار المنكر أربع. المرتبة الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يعني يزول المنكر ويكون بدل المنكر عدل يحصل، يعني زال المنكر وصار محله محل المنكر ضد المنكر. الثاني أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته. الثالث أن يخلفه ما هو مثله، يعني يخلف المنكر منكر. الرابع أن يخلفه ما هو شر منه، يعني إذا خلف المنكر ما هو شر منه فهذا باتفاق لا غير مشروع إنكاره، غير مشروع إنكاره إذا خلفه ما هو شر منه. وأما إن خلفه ضده من المعروف فهذا واضح أنه مشروع، وأما أن يقل المنكر ولم يزل بجملته فأيضاً هذا ما يعني ينكر، لكن إذا خالفه مثله، ولهذا قال الدرجتان الأولويتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد. ما هي الثالثة؟ أن يخلفه ما هو مثله، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة، أن يخلفه منكر أكبر منه. ثم قال: من منهج أهل السنة والجماعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ويحافظون على الجماعات. قال: وهذا الفصل ابتدأه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تلا ذلك من المسائل، شمل قسمين من الأقسام التي يدخلها أو يدخلها جمع من أهل السنة في العقيدة، وهذان القسمان هما منهج التعامل والأخلاق، أو ما يسمى المنهج بعامة، حيث إنهم خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم وفي أنفسهم وفي سلوكهم مع غيرهم، فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة واقتفوا أثر الرعيل الأول، وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين المواجهة. والشيخ هنا ينكر على هذا الأسلوب، مسألة المواجهة، يعني العبارات العصرية هذه والطريقة التي فيها تهييج ونحو ذلك، فإن الشيخ ينكر هذه المسائل. ثم قال: ومن مسائل الأمر والنهي ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمر،
فقال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وهذه هي السنة الماضية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كما في السنن أنه قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. قال: وأجمع أهل السنة على هذا الأصل، وأنه لا يجوز الخروج على الولاة ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم ولو أخروا الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. والمراد أنهم يعني جعلوها في آخر الوقت، يعني قبل غروب الشمس مثلا قليل، وليس المراد أنهم تركوها حتى خرج وقتها النهاية، لكن تركوا الفضيلة. فلذلك أمر المسلمين أن لا يخرجوا في هذه الحالة، لكن يصلون الصلاة لميقاتها وتكون هي الفريضة، ويصلون معهم نافلة لغرض التأليف والاجتماع واجتماع الكلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليه الوزر وعليكم الصبر. كل هذه الأحاديث والآثار عن السلف مؤداها واحد، وهو أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر لوجود المعاصي وأخطاء، ولأن الصبر مأمور به، ولأن الخروج فيه فتن عظيمة وفساد عظيم كما حصل على مر التاريخ. وذكر أيضاً من هذه الآثار والأحاديث التي تحض على الطاعة وعدم إحداث فتنة وعدم الخروج على الولاة لأجل المعاصي، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيح قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف. وذكر من طرائق أهل البدع الذين يتركون الصلاة خلف بعض الولاة الذين لم يصلوا إلى درجة الكفر، فقال في وصف أهل السنة والجماعة: يحافظون على الجماعات. وهذا الوصف لهم منهج من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم، أنهم يحافظون على الجمع والجماعات، مخالفين في ذلك طوائف الضلال. ومن هذه الطوائف طائفة المنافقين، فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات ولا يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا. والطائفة الثانية الروافض الذين يقولون: لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم. والطائفة الثالثة الخوارج، لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على مثل عقيدتهم. والطائفة الرابعة الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن، يعني لا يصلون خلف مستور الحال الذي ظاهره الإسلام، فهذه أيضا مخالفة. الذين لا يصلون إلا خلف
من يعلمون عقيدته في الباطل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور. ونكتفي في هذا الدرس بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.